حياكم الله احبتنا مشاهدي تلفزيون دوله الكويت ومتابعي برنامج صباح الخير يا كويت. نرجو للامانه مستخدمي السوشيال ميديا بشكل عام ان ينتبهوا لهذا اللقاء، حيث بدات وزاره الاعلام بتطبيق قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني اللي يشكل مظلة إعلامية وقانونية واضحة لا تخرج أو تحيد عن الإطار الدستوري. القانون يكفل حقوق الجميع من حرية الرأي والتعبير والحصول على المعلومات، ليس ذلك فقط لكن أيضا تقديم الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للإعلام الإلكتروني. تفاصيل أكثر راح نتعرف من خلالها عن قانون الإعلام الإلكتروني مع ضيفنا اليوم الأستاذ لافي الإسباعي، مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام. نأخذ هذا التقرير ونرجع نتحاور معه. حياكم الله أحبتنا، ولازلت أعيد وأقول أنه هالفقرة بالذات لمستخدمي السوشيال ميديا، متابعي، خاصة متابعي أصحاب المواقع الإخبارية اللي تنشر أخبار سواء محلية، خليجية، عربية، دولية. انتبهوا لهذا الموضوع جيدا، لأن راح نتحدث مع الأستاذ لافي السبيعي مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام. حياك الله. صباحكم الله بالخير. يا مرحبا. لو تكلمنا في البداية عن الأهمية اللي يمثلها قانون الإعلام اللي صدر مؤخرا الإلكتروني إعلاميا ومجتمعيا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ما في شك الآن أن الإعلام الإلكتروني أصبح أحد مكونات منظومة الإعلام في الدولة، ومن الأشياء المهمة اللي تهتم فيها الدولة. طبعا كان هناك حرص كبير من وزارة الإعلام بأن يكون هناك قانون بمشاركة طبعا الجميع، أصحاب المجال المهني وأصحاب المجال العلمي، وأن يكون هذا القانون واضح للكل بحيث أنه لا يمس الحريات، وهذا ما وضح في المادة الثانية بأن الحرية مكفولة لأصحاب المواقع، وأن لا يوجد أي رقابة مسبقة على أي موقع، وهذا مهم جدا طبعا. فمن بعد ما صدر القانون وصدرت اللائحة التنفيذية رقم 100 على 2016، أصبح القانون في حكم التطبيق اعتبارا من 24/7 بعد صدوره في الجريدة الرسمية في العدد رقم 1298. نعم أستاذة، في طبعا الكويت معروفة أن هي من الدول اللي تحرص على احترام حرية الرأي وحرية التعبير كذلك، شلون راح يتم التوافق بين هذا القانون وهذه البنود؟ طبعا مثل ما تفضلتي الكويت معروفة في الحرية. نعم. والدليل على هذا أن القانون بعد صدوره من 27 مادة لم تكون فيه أي عقوبة جديدة في هذا القانون نهائيا. نعم. القانون هو قانون تنظيم. صحيح. تنظيم الإعلام الإلكتروني. أنا طبعا من مهم عندي جدا طبعا الإعلام الإلكتروني، ولكن أنا لما أبي أنظم الإعلام الإلكتروني لابد أن تكون هناك عندي جهة معلومة وليست مجهولة. صحيح. ويكون لها مسؤولية كاملة، ويكون لها طبعا حقوق وواجبات، وأنا أعطيها صفة الشرعية في منح ترخيص إعلامي إلكتروني، ومن خلال هذا الترخيص تمارس دورها كاملا. يعني بعض الأخوة الآن اللي كان حاليا يراجعوننا من الأخوان في المجال الصحف الإلكترونية أو دور النشر، يقولون بالعكس إحنا كنا نتعطل سابقا، ما كنا نقدر نجري أي عقد مع أي جهة. نعم. لأن ما لنا أي صفة، لكن الآن في صفتنا أن يكون عندي ترخيص إعلامي إلكتروني مباشرة، وعندي مدير مسؤول بهوية من وزارة الإعلام، أنا بهالطريقة هذه أقدر مباشرة أتعاقد مع الجهات الأخرى في الدولة رسمية، وفي المؤسسات وفي الوزارات وفي كل مكان. صحيح. فلها رسمية واضحة تكون. يعني بما معناه أنه في السابق كان في هناك تعامل مع ما هو وهمي. طبعًا. هذا اللي ينشر أخبار، ينشر مواضيع وهمي، الآن لا، يصبح معلوم وله رقم وله اسم وله صفة وله شخص وله مكتب، بالتالي يتم التعامل معه من قبل وزارة الإعلام إذا كان فيه لا سمح الله أشياء من الإشاعات اللي احنا ذكرناها يعني قبل يومين، من خلال قبل 3 أيام من خلال ما ذكرناه في هذا القانون. طيب إذا سألتك أستاذ لافي عن الإقبال على طلب التراخيص خلال مراحلة الأولى من بداية التطبيق، إحنا ذاك اليوم ذكرنا أن 140 طلب، أنت ذكرت أن في رقم آخر ارتفع الرقم. إحنا طبعا من بدينا تدشين الموقع بحضور معالي وزير الإعلام يوم الأحد
الماضي في 24/7 بدأت طبعا الأخوان يسجلون عن طريق الموقع مباشرة، وفي بعض أصحاب المواقع وأصحاب الوسائل الإعلامية حضروا للإدارة مباشرة لتسهيل عملية تسجيلهم من ناحية الدخول وكذا. طبعا الموقع في سهولة كاملة طبعا، بس العملية اللي صارت في البداية الناس ما عرفت الطريقة، إنه هو راح يعمل تسجيل دخول، من بعد تسجيل الدخول راح يجي مباشرة رسالة على الإيميل. الرسالة على الإيميل هو يفعل من خلالها اللي هو اليوزر نيم والباسورد اللي هو سجله مباشرة. طبعا الرسالة على الإيميل هذا تأكيد بأنه هو صاحب العلاقة. يعني ممكن أنا أسجل إيميل ثاني، إذا الإيميل مو عندي ما راح أستقبل الرسالة ولا راح أفعل، فهذا تأكيد له. بعد ما يأكد ويفعل التفعيل من عنده هو على الايميل، مثل تليفونك يعني، اذا جبناها بابسط المشابه مثل يعني مثل التليفون، الخدمات اللي تقدم لك مباشره عشان تتاكد انك انت العميل المباشر. نعم. بعد التفعيل مباشره يحق له الدخول، ومن يدخل عنده تسجيل طبعا بيانات الترخيص وطالب الترخيص والمدير المسؤول. والمؤكد عليه في القانون طبعا ان المدير المسؤول يكون مدير مسؤول لموقع واحد فقط، لا يحق ان يكون مدير مسؤول لاكثر من موقع. أما طالب الترخيص بإمكانه أن يطلب ترخيص ترخيصين ثلاثة على. نعم. والجميل استجابة الناس لهذا القانون، لأن المخرج قبل شوي يقول لي أثناء تصوير التقرير يقول لي لاحظنا أن في إقبال كبير بالأيام الأولى لهذا القانون، لكن أستاذ لافي نبي نعرف شنو أبرز الشروط والضوابط اللي برزت أو طعمها هذا القانون. القانون طبعا كان واضح. الشروط أن يكون هناك طالب ترخيص بشروط كويت الجنسية، العمر 21 سنة، حسن السير والسلوك، ويحق لطالب الترخيص أن يكون هو المدير المسؤول. وفي حال أنه ما رغب أن يكون المدير المسؤول لهذه المؤسسة الإعلامية أو الوسيلة الإعلامية، يحق له أن يعين مدير مسؤول بشروط كويت الجنسية، 21 سنة، العمر، حسن السير والسلوك، لا يقل المؤهل العلمي عن ثانوية عامة. من بعد هذا التسجيل مباشرة لا يوجد أي شروط على صاحب الترخيص، لأنه الصفة لصاحب الترخيص أصبحت صفة رسمية. نعم. بترخيص ويكون له حق في كل ما يحتاجه في هذا الترخيص. نتكلمنا عن أهم أشكال الدعم اللي تقدمونه أنتوا إلى المواقع الإلكترونية. الدعم طبعا هو واضح في المادة 3 من القانون والمادة 4 من اللائحة التنفيذية. والخاص طبعا الدعم، إحنا عندنا دعم نوعين. الدعم الأول اللي هو دعم علمي فني. علمي فني أني أوفر لك المواد الإعلامية كاملة مباشرة من جهاتها الرسمية، مثلا تصريح في أي مؤسسة أو وزارة أو هيئة أنا أعطيك إياه رسميا. الدعم الثاني أني أي مؤتمر أو ندوات سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، أنا راح أشارك من أصحاب الوسائل الإعلامية المرخصة ناس يروحون لهذه المؤتمرات. الدعم أن يكون مثلا هناك مدير مسؤول، ممكن ترشحونهم يعني كوزارة على حساب وزارة نختار فيها. هناك طبعا عندنا مراقبة كاملة تراقب هذه الوسائل الإعلامية من ناحية أن نشاطها، تفاعلها، استمراريتها في الصدور. بعض الوسائل الإعلامية يأخذ حاليا نحن نشوفها طبعا عندها موقع عندها كذا، لكن الخبر من شهر لشهر مرة، ولكن إذا كان متواصل ويعمل ومن خلال عمله بالعكس تواصل. هوية المدير المسؤول تكون له هوية بصفة رسمية من وزارة الإعلام، هذا من نوع الدعم يكون له. طبعا إعطاء الصفة الشرعية لحضور المؤتمرات سواء الرسمية أو المؤتمرات اللي تعقدها الدولة كاملة، فعاليات هذا العلم. عندنا دعم مادي وفني، مالي ومعنوي. الدعم المادي إن راح نخصص جزء من إعلانات الجهة الحكومية في المواقع الإلكترونية والوسائل الإعلامية كصحف وكذا. راح نخصص طبعا جائزة سنوية للمواقع المتميزة معانا في الحفاظ على الوحدة الوطنية وتكريس القيم والمبادئ الحسنة في الدولة، هذا راح يكون لها. طبعا عندنا طبعا جائزة سنوية لأفضل الوسائل الإعلامية، فتكون طبعا في حفل ومهرجان. الدولة طبعا راح تساهم خصوصا وزارة الإعلام باختصاصها إنها تكون لها الدور الأساسي في رعاية هذه المواقع والوسائل الإعلامية من ناحية اللوجستيك، إن تمدها في أي شيء يحتاجونه. جميل، ممتاز. طيب أستاذ لافي، شنو أهم الإجراءات الواجب اتخاذها على المتقدم لهذا الطلب، طلب الترخيص؟ طبعا على المتقدم لطلب الترخيص
الدخول على الموقع مباشرة وتقديم الطلبة أو الحضور للإدارة مباشرة لتسهيل عملية تقديم الطلب في حال هذا. وإحنا طبعا حرصنا حتى في الموقع أن يكون هناك إيميل، من خلال الإيميل أي استفسار يردنا راح نرد عليه مباشرة، ويكون هناك أرقام هواتف موجودة طبعا على الموقع، من خلال هذه الهواتف يمكن الاستفسار عن أي شيء طبعا هو يحتاجه. لكن الأهم عندنا أن أي صاحب وسيلة إعلامية يعني طبعا من خلال تطبيق القانون انه يحب انه يرخص او يوثق بياناته كامله، يعلم ان جميع هذه البيانات تعامل بسريه تامه، وان لا يوجد اي معلومه سوف طبعا تكشف او تتسرب او شيء، لا تتعامل فيما سريه تامه. نعم. للامانه شخصيا انا ما ودي ان انا اتكلم عن هالشيء، ولكن هو امر واقع في البعض، مثل بعض الصحف الجرائد المجلات يبي يسجل سبق، فبالتالي في هناك من يخرج عن القانون ويسجل سبق، او انه انا هذا الخبر يسجل لي نقطه تحوليه تقدم بالنسبه للمواقع الالكترونيه. من يخرج عن هذا القانون في بث نوع من الأخبار الكاذبة أو الإشاعات المغرضة؟ نبي نتكلم عن موضوع تطبيق القانون. هو تطبيق القانون واضح طبعا أنه مو بس بث، حتى لما يستقبل أو يسوي مثلا إعادة للخبر أو كذا، هو يساهم في طبعا إشاعة، هاي تعتبر إذا كان الخبر هناك من غير مصادر رسمية. القانون حرص وبين أن طبعا المصادر الرسمية هي المهمة جدا في أخذ المعلومات. في حال أنك أنت أرسلت أو مثلا نشرت خبر كذا، في قانون طبعا إحنا ما جبنا عقوبات جديدة، في قانون المطبوعات وقانون المرئي المسموع، قانون مواد 9 و10 و11 في قانون المطبوعات، وقانون المرئي المسموع المادة 11، هذه راح تطبق طبعا حسب ما هي موجودة في القانون. نعم. والتسجيل لأصحاب المواقع هل هو فوري أو في مهلة؟ يعني هل هو مطلوب منهم فورا ولا تعطونهم مهلة معينة؟ احنا عندنا مهله، ولكن احنا القانون نقول طبق من 24/7. يعني ما يمكن ان احد ينطر بعد يقول لك لا انا قدامي مهله طويله، لا المفروض يبادر من الان. نعم. والتسجيل من الان، لان القانون بدا الان. انا راح اطبق عليك بعض الامور اذا خالفت او كذا، وهذا بالعكس راح تطبق عليك الامور كلها كامله. لكن التسجيل مثل ما تفضلتي المده القانونيه، انا بتكلم عن المده القانونيه للتسجيل وليس مده قانونيه لفتره التسجيل. المده القانونيه انت لما تقدم الان تسجيلك بعد ما تستوفي طلباتك كاملة، استيفاء الطلبات لك مدة شهر من خلال لما تستوفي البيانات كاملة والطلبات كاملة، خلال الشهر هذا الوزارة ملزمة أنها ترد عليك في منحك الترخيص خلال الشهر. خلال الشهر. أنا الآن جدا يهمني المتابعين اللي هو أصحاب حسابات شخصية، لفت انتباهي إلى موضوع اللي يعمل إعادة أو رتويت، خلينا نتكلمها بمفرداتها، رتويت سواء في تويتر أو كوبي في الانستغرام ويحطها من ضمن صفحته، هذا مشمول أيضا في القانون؟ مشمول في القانون إذا كان حسابه ذو يعني ذو صفة مهنية متخصصة، بس مو حساب شخصي باسمه هو شخصي. طيب لا. إذا باسم الشخصي، إذا باسم الشخصي لا، ما جهة معلومة وفي إدارة الجرائم الإلكترونية اختصاصه مو اختصاصه. يعني أنا مثلا أخذت خبر مثلا من موقع خدمة إخبارية، أخذت منه الخبر سواء رتويت أو كوبي حطيته بصفحتي أنا كشخص اسم، هل أنا أيضا معني ومساءل؟ إذا كان الخبر غير رسمي طبعا أنت راح تساءل من قبل إدارة ثانية وغير إدارة وزارة الإعلام، لكن الجهة هذه جهة شملها القانون للترخيص. نعم. كجهة كموقع إخباري. أبي أحمي هؤلاء الأفراد الأشخاص أنفسهم اللي هو قاعد ينقل الخبر من جهات معنية. لا هو المفروض طبعا الجهات الرسمية، إحنا كوزارة إعلام مسؤولين عن الوسائل الإعلامية والمواقع المتخصصة. نعم. اللي يكون لها مهنية متخصصة واضحة كإخباري كإعلامي كإعلاني، هذا المهم. يعني إذا بس تحب سمحتوا لي أوضح نقطة في بعض الأمور الآن الناس تخلط، مثلا يقول لك مثلا في أصحاب المنتجات شخصية أو أصحاب العمل في البيوت يعملون مثلا ويعلنون إعلانات عن طريق إنستغرام أو تويتر وكذا، هل هذول مشمولين في القانون؟ أنا أؤكد أن هذول غير مشمولين في القانون، لأن هذول يعتبرون أصحاب حسابات شخصية خاصة، مو هم بس، حتى الشركات اللي تعلن عن منتجها
يعني على سبيل المثال أنا عندي شركة أو مصنع وأعلن عن منتجي من خلال الموقع، ما يشملني القانون، ولكن اللي يشمل القانون هي الشركات الإعلانية اللي أنت تسوي إعلان، يسوون لك إعلان ويعلنون لك ويأخذون عليه. طيب نقطة جدا مهمة بالنسبة للمواقع اللي تبيع منتجات خاصة أو يعني عندها تجارة خاصة، هل يشمل هذا القانون كذلك؟ لا يشملها القانون، لا يشملها القانون، لا يشملها القانون. حتى اللي عندهم سواء طبخ، المنتجات يعني الاكسسوارات، شغلات التجميل، لا 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 هذا ما يشملهم القانون نهائيا، لان اول شيء الدوله حريصه على تشجيع الشباب، وبالعكس هذه تعتبر من المشاريع الصغرى ومشاريع اللي يشجعونها الدوله الان وقاعد تدعمها وقاعد، فهذول ما يشملهم القانون نهائيا. جميل، شكرا جزيلا على وجودك معنا الاستاذ العافي السبيعي. شكرا، سلمك جزيلا. سلمك كل شكر أحبتنا للأستاذ لافي سبيعي مدير إدارة النشر الإلكتروني بوزارة الإعلام، شكرا لك. سلمي. عندنا ختام ولا في عندنا فقرة؟ إذن فاصل ونرجع لكم مرة أخرى.